اسم ديالي حسن، و كان بيع ونشري هنا في البحيرة، درب الإنجليز، وحنا غاديين مع الوقت خويا. الناس مساكن راه بالنسبة لهاد الأسعار ديال السوق وهادي، الناس مساكن راه تضروا. وخلاصة الأمر الله يرحمنا بشي شيوة من عندو، لأن راه بزاف الناس مساكن راه تضروا. الحكومة هي راه عارفة هادشي كلشي، إلا هداها الله باش ترفق على هاد الناس شوية، ما تبقاش هاك كل مرة تزيد كل مرة تزيد. يعني الناس انتخبوا هاد الناس، انتخبوهم باش يساعدونا، ماشي باش غادي يزيدوا عنا ويغلوا عنا. لأن كيعطيو واحد العهد في الأول باللي حنا غادي نساعدوكم وغادي نديروا لكم وغادي نديروا لكم، ولكن ملي كيوصلوا للبلاصة ما كيبقاوش يتسوقوا للمسكين كاع، والله يهديهم. الخضرة دابا راه كل حاجة زايدة فيها 3 دراهم 2 دراهم، فهمتي؟ يعني كل حاجة زايدة. حنا راه دابا كنبيعوا هاد السلعة هادي على درهم، ما كنفوتوش درهم، كنحيدو الصاير ديالنا وهذا وكنخليو درهم ديالنا هي اللي كاين. مرة كنخرجو مرة يخلي مرة يجيب الله شوية، ومرة تاني ما كاينش وغادا الوقت. حنا غير شادين باش ما نريحوش وصافي. هادشي اللي كاين، والله يهدي الله يهدي ما خلق. دايره 11 درهم 10 دراهم، يعني حنا دايرين لها 200 ورديه، يعني كنجيبوها ب 10 كنحيدو داك الصاير ديالها درهم وكنبيعوها ب 240 ريال، يعني درهم اللي كاين. واش غنقول لك، راه كل كيبيع كل يبيع كاش بغا، يعني كاين يبيع ب 120 كاين يبيع، واللي ما عندوش مسكين اللي عندو المريض اش غادي يدير؟ اي والله يكون في العون. واش ما يجينيش غالي؟ يلا جاي دفعت جيب دول الراجل اش غندير؟ اللي ما خدلي يكون في العون كل واحد. واش غنقول كل شيء تزاد، كل شيء داك اللي حطينا عليه يدينا كنلقاو تزادت، اش غندير؟ الله يلطف بينا وليدي، الله يلطف بينا، الله يلطف بينا. المسكين راه محل مسكين من ناحية المرض ومن ناحية المصروف، الله يصوبو صافي وليدي. المهم خويا اش غنقول لك، هادي ديال الاسعار طلعت ثمن صاروخي جميع الاموال. ايوا الانسان راه كتلقى من ناحية الجيب ديالو كيبقى عادي هو داكشي ديما كيطلع بزاف. ايوا راك انت كتجيب غير 30 درهم كتجيب تبارك الله، دابا اليوم راه 70 درهم ما تقدكش في الخضرة، حتى 100 درهم ما ديكش حتى يومين. وماشي الخضرة من ناحية جافي، من ناحية المواد الغذائية، واحد باقي مازال نشوف واحد القضية الملحة، الملحة يبقى بثمنها. ايوا خصو يدور هنا، يدور المواطن دي، يشوف المواطن كيفاش كيعيش وكيفاش هذا. حتى القدرة الشرائية ديال الإنسان، ما أكثرية ديال الناس ما يلا عندها سميك، يلا عندها هادشي اللي بغيت نقول. ونتحدوا هادشي اللي كاين، ونبدا خصنا نتضامنوا. بلادنا أرض الخير وحراتية، وبالنسبة للدول الآخرين راه حنا مخيرين وتبارك الله شو الخيرات. الدخل محدود يعني في متناول الجميع شوية، ولكن الخير كاين الخير أخويا مقارنة مع هاد الحجر وهاد كورونا وهاد الشيء، راه حنا مخيرين صراحة. أنا لا أنكر نعمة الله، إوا راه هادي هي الوقت، راه ضروري، راه لا حول ولا قوة إلا بالله، راه الكاهل ثقيل، راه كنت راه شتي مع هاد الحجر راه كلشي وقف. ايوا كي غايديروا؟ كاينين الناس اللي عندهم مساكن تاهما مستودعات حاطين فيهم سلاعي، بقاو طوطين كاين بزاف ديال الحوايج، خصنا نتضامنوا لا محالة. ولكن بالنسبة مقارنة مع ناس اخرين، مع بلدان اخرين، راه حنا بخير. ايوا تنحيوه والله يعاونو، والله يسهل عليه ويسهل علينا جميعا، ونتواد ونتراس ونبقاو كالبنيان المرصوص، والحمد لله وعاش الملك. كدبش عليك، انا كنبغي بلاد. تاكسي راه كاين واحد الثمن شويه قليل، دابا السوق زايد السوق وما ترى كاين 17 الفرق من 15 الفرق حاجه مزيان، 17 الفرق ولا بدا من داكشي، ولا بدا عاد تحيدنا الديشي، عاد تحيد خمجان لا هذا بزاف. ورينا اش غنقول لك، هادشي ديال الخضار غير مواسم، خطره تاع العقل خطره هابطه.
ايوا هذا بدا دابا راه في السوق ثاني ومع الشتاء الله حتى العاون ديال الشتاء ما كاينش تلمهم الله الله يرحمنا ايوا سيدي الله يهديهم علينا يونا شويه شي ديال الاسعار عيني مسكين راه مضروب صراحه الله راه مضروب الله يحسن العاون الجميع ولا دابا كاين شويه زياده كلشي غير كلشي تزاد هاي دابا ماتش دابا كنت كان دابا تاتا هو كذلك ماتش كان من 17 الف من 15 حتى 17 الف فرنك دابا السوق كاين حتى 6 درهم للكيلو باش كاينه بصلا كاينه حتى هي من 3 دراهم الى حتى 4 دراهم 4 دراهم ونص بجمله ايوا شي عطا الله شويه السوق زين والمسكين الله يحسن العون اش عندنا حنا بالغلا مطيشه دابا دايره 18000 فرنك 17000 فرنك البيع كنا نبيعو 10 صناق ولينا كنبيعو جوج صناق 3 صناق في النهار المسكين مابقاش يقدر يشري مكيقدرش يشري غير المره كتجي مسكينه عندها 10 دراهم كتجبد 5 دراهم ما تقدرش تشري كيلو طماطيشه ما تشريش دوكا ما عنديش كدي جوج مطيشات وما عندناش حنا باش نعبروا لها مطيشات جوج مطيشات كيتقاموا على بدرهم ونص 3 جوج دراهم المسؤولين خاصهم يشوفوا من المسكين خاصهم يشوفوا المسكين يديروا لهم على المعيشه على الخضر بعد يرخصوا لهم على الخضر دابا مطيشه دابا ولات هذاك بطاطا ب 5 دراهم 4 دراهم البصله 6 دراهم 5 دراهم فين غادي يعيش خيزو 5 دراهم 4 دراهم بغا يعيش المسكين حنا البيع ما بقاش عندنا عندنا الصواير دابا كنجيبو هوندا من المارشي بلان كنجيبوها ب 80 درهم 80 درهم 90 درهم باش يجيب لنا على الترونسبور على غير ترونسبور كيجيبوا لنا رئيس الحكومه يعطينا يرخص لنا يرخص للمسكين يرخص ليهم المعيشه 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 هي الاساس هي الاساس هادشي اللي نقولوا لهم